أنت تريد اقتناء والحصول على تجميعة بي سي لتشغل جميع الألعاب التي تريدها مثل لعبة بوبجي وكول أوف ديوتي وفورزا هورايزن والكثير من الألعاب التي لا يمكن لي ذكرها في هذه القائمة. وبدقة فول اتش دي وعدد فريمات يتخطى 60 فريم بالثانية. But you have a problem. أنت عندك مبلغ 6 ملايين فقط. لهذا اليوم سألبي طلبكم اللي قلته لي بزاف في لايف وفي الانستغرام وسأعطيكم تجميعة بهذا السعر إن شاء الله. لهذا صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآخرين ندخل في صلب الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم سام من قناة الدراغون. أجل لا نطيل بالمقدمات، سوف أستعرض عليكم القطع التي سوف نستخدمها في هذه التجميع. البداية سوف نستخدم معالج رايزن 5 3400 جي الذي تصل سرعته ل 3.7 جيجا هرتز، وعند كسر السرعة تصل إلى 4.1 جيجا هرتز واللي فيه كارت مونفيجا 11. الرامات راح نستخدم رامات 8 جيجا دي دي ار 4 من اداتا. كالعادة استحسن ان تشري راماتين منفصلتين الا لم تكن لديك نية في التطوير، وان كانت لديك نية في تطوير جهازك انصحك بشراء رام 8 جيجا بايت واحدة. بالنسبة للتخزين يمكنك شراء قرص صلب 1 تيرا بايت اتش دي دي ساتا 3. كل القطع سنضع لها ماذر بورد المتوافق اللي راح يكون MCI-B4500 Pro Max المتوافق مع جميع القطع. الباور سبلاي اللي راح يغذينا الحاسب يجب عليك أن تختار كالعادة باور سبلاي 350 واط فقط لأي ماركة تريد. الكيس الصراحة أنا لا أهتم لها، يمكنك اختيار الكيس التي تناسبك، فالبسيطة تحب تخيارات 300,000 أو كيس سبرايت أوف جيمرز للدير 400,000، الأمر يرجع لك. بالنسبة للمكعبات اللي راح تجي في التعليقات بيقول لك وين هي كارت الشاشة وراح ينصرب وتنعكم على باليش، أسمع هذه التجميعات إنسان راح يبدأ أول جهاز وبعدك يزيد لايم دراهم، اشري كارت الشاشة لتوالمك إن شاء الله، لأن المعالج متوافق مع بزاف كروت والبوس منك راح يكون قليل جدا سواء مع الكارت أو بدون الكارت، كما أن كارت الشاشة المدمج الفيجا 11 راح تأدي المهمة على أكمل وجه بإذن الله. المهم شفتوا بنش مارك خاوتي، اليوم راني نطلب منكم تعاونوني في البارتاج كما راني نفيدك انت تاني، عاوني نوصل الرسالة لأكثر عدد من الناس عن طريق أصدقائك، والجديد معانا نقول له مرحبا بك في العائلة تانا. وهذا هو اللي كان عندي وهيا بيس اوت.